ناخد بقى نفسنا كده في الفقرة الطيبة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي ان يكون معايا الداعية الإسلامي الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا فندم وأنستني. شرف لنا يا أستاذ، ربنا الله يخلي حضرتك. يا رب. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي عليه في الآخرين، وصلي عليه في كل وقت وحين. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حاجاتنا وحاجة كل من طلب منا حاجة يا رب العالمين. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. آمين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. مولانا، كنت عايزة أسأل عن فضل زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. وهل في الحج اللي ما يزورش سيدنا النبي حجه باطل ولا ايه؟ مره واحده. انا بسال بقى. طيب، اللهم صل على صاحب السيره رب العالمين. اولا، النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. يعني الانسان ما يطلعش كده من بيته ويعزم ان هو يروح يزور مساجد الا الثلاث مساجد دول: المسجد الحرام، ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الاقصى. الثلاث اماكن. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن صلاتنا، يعني لما نصلي عليه، صلاتنا معروضة عليه. قال في إيه؟ أكثرون الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. قال يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام زيارته مستحبة، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، وفيها فضل الكبير ده، وفيها شوق للنفس كمان، ومع ذلك لا يترتب عليها بطلان للحج. يعني هي مستحبة وليست من مناسك الحج إطلاقا. لذلك استحب أن أنت تختم بيها الزيارة إن استطعت. لو أنت كان في إيدك الترتيب بتاعك في الحج، يعني بعد ما تخلص مناسك الحج بتروح تزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. وفي بعض الأداب كده بنتبعها، ولكن قبل ما أقول الأداب دي، في لطيفة كده جميلة جدا. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يتوفى بوقت كافي كده، رأت في المنام أن ثلاثة أقمار وقعوا في حجرها. فراحت حكت لمين؟ لأبيها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسيدنا أبو بكر كان يفهم في تعبير الرؤى والمنامات يعني، ولكنه لم يقرها بشيء، سكت، لم يقل لها شيء، لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة قد إيه؟ قد وقع أول أقمارك. ففهم بعد كده ان هو كان هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر هم الثلاث اقمار اللي شافتهم في حجرها، اللي هم اتدفنوا فين؟ في غرفتها الشريفه. وكمان النبي عليه الصلاه والسلام توفي وله 63 سنه. وسيدنا ابو بكر توفي وله 63 سنه، وسيدنا عمر ايضا توفي وله 63 سنه. سبحان الله. والثلاثه جنب بعض. فأنت لما بتروح كده بتدخل من باب السلام في زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل من باب السلام وتبدأ أولا بحق الله قبل حق أي مخلوق. فتصلي ركعتين في الروضة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فتدخل بعد ما تصلي ركعتين تحية للمسجد، وطبعا هذا حق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تستقبل مثوى النبي صلى الله عليه وسلم فتبدأ بالسلام عليه. ويستحب أن تبدأ بالسلام عليه فتقول السلام عليك أيها النبي، وتشهد له بالرسالة وتشهد أنه قد بلغ الرسالة، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة صلى الله عليه وسلم، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ثم ينحرف يمينا، تحرك ناحية اليمين شوية، فيلقي السلام على صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا صاحب رسول الله، نشهد أنك كنت نعم الصاحب ونعم الناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاك الله خيرا على الإسلام وعلى المسلمين. ثم يستقبل مثوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا صاحب رسول الله، نشهد أنك كنت الصاحب وكنت نعم الناصح لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فجزاك الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. وبعد ذلك يستقبل الدعاء، فهذا موطن إجابة دعاء، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما يفتح عليه. فيبدأ فيقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، وهذا كله مستحب، ليس فيه نص أساسي. يعني من يعني قدم اللي ما أو أخر، اللي ما يقولش كده بالظبط بالحذافير، أو يعني يقولها بفطرته، لأن بلاقي ناس هناك
بالفطرة كده بيكلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انا هقول لحضرتك على الفطرة دي بتخرج حاجات يعني نتعلم منها لحد ما يوم القيامة الناس تتعلم منها. فيبدأ فيدعو فيقول: اللهم انك قلت وقولك الحق. وهذا في موطن الدعاء، يعني ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله. اللهم اني استشفع بنبيك، بيطلب من الله سبحانه وتعالى ان يشفع فيه نبيه، ثم يسال الله سبحانه وتعالى حاجته وحاجه كل من طلب منه. ويستحب ان تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من حملك الرساله. زي ما حضرتك كنت رايحه العمره وقلت لك سلمي لي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صارت امانه. فتقفي كده عند قرب النبي صلى الله عليه وسلم وننظر الى أسفل قبر النبي بخشوع بأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانية واحدة، بالنسبة للخشوع والأدب يا فندم، بيبقى فيه هناك زحام عند خناقات الستات، مش زحام، هو خناقات الحقيقة. وفي أخت فاضلة اتخانقت معايا هناك وزقتني بكوعها وكانت هتكفيني على الأرض، لأن مفيش يعني بنبقى بنصلي. هل ده بقى الزق والخناق والشد يعني ليس من ادب زياره النبي؟ أيوة. الاصل ان انت في حضره سيدنا والله النبي. قلت لها احترمي صاحب المقام اللي احنا فيه، بقول لان تتخانق عينك تبقى باصه في اسفل القبر تادبا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل ان رجل اعرابي وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ان هذا حبيبك وانا عبدك والشيطان عدوك، اللهم إني صاحب ذنب، فإن عذبتني حزن حبيبك وهلك عبدك وفرح عدوك، وإن غفرت لي فرح حبيبك ونجا عبدك وحزن عدوك، فأنت أعلم بمن تحزن، بمن تحب أن تحزن، بمن تحب أن تفرح. الله صلى الله على سيدنا وحبيبي محمد. يا رب الناس كلها العالمين. يا رب اللهم يعني رب يا رب يوعدنا جميعا بزياره النبي، يا رب يوعد كل الناس اللي بيسمعونا واللي ما بيسمعوناش واللي بيشوفونا بزياره سيدنا النبي، ويتقبل يا رب من كل الناس اللي ان شاء الله هتحج السنه دي. بس اللي محروم برضو ممكن يفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا بقى كنت لسه هقول اللي ما قدرش يروح يزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب نشوف تقرير يمكن يكون في التقرير ده وسيله لان احنا نفرح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا تاني ان شاء الله. لليوم الثاني على التوالي مكملين مع حضراتكم، مكملين هنا في محافظة قنا بنجوب النجوع والكفور والقرى والمراكز في محافظة قنا، والنهاردة في نجع الربة مركز أبو تشت محافظة قنا، جايين بنشاهد ونشارك الفرحة اللي حضراتكم دايما بترسموها على وشوش أهلنا هنا. حضراتكم كنتوا شايفين يعني هو منظر البيت قدامكم بتاعه، وكنت بعاني من نجيب المية، يعني كنت بجيب من عند الجيران، واحيانا برضو عند الجيران كانوا بتقطع المية، فبضطر نجيب من مسافات بعيدة، يعني عندنا حاجة اسمها طرمبة، يعني كنا بنروح وكده في الزرع مسافات بعيدة بنجيب منها المية. يعني كنت اعبي من برا من البيوت، اعبي الدركن واعبي الدردر، لما ربنا بعت ولاد الحلال شاء الله يبارك فيكم ويخليكم يمي ويحرسكم يا رب. بنوصل وصلات المية لأهلنا القاطنين هنا في نجع الربة في مركز أبو تشت محافظة قنا، بنقول دي هدية ودعوة ورسالة لكل واحد كان له بصمة وله مشاركة، بنقول دي رسالة الحب، دي رسالة العطاء اللي هو دورنا، المحبة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلوبنا اللي بتترجم على أرض الواقع لوصلة مية. وصلة مية قيمتها 3000 جنيه، 3000 جنيه بيغيروا حياة مش أسرة، أسر كاملة من هم وحزن، من نكد، من مشاكل موجودة في البيت، لقلة المية، لمين اللي هيملى المية، المية هتكفي النهاردة ولا مش هتكفي. من النهاردة ما عادش مشاكل، من النهاردة ما عادش غم ولا حزن موجود في البيوت بفضل ربنا، ثم بدعم حضراتكم في حملة وصلات المياه اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. والحمد لله ربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في المؤسسة إن شاء الله والعاملين عليه. الحمد لله أن ربنا كرمنا ودينا هالمية، الحمد لله وصلت بفضل الله وبفضل وبركاتكم ودعاتكم إن شاء الله معني، والحمد لله الموصل تمام، الحمد لله بخير يعني تمام. إحنا بنشرب كده منها مية وكلنا بنشرب نستحم ونعمل كل حاجة الحمد لله يعني. شكرا لنبض الحياة، إن شاء الله يبارك فيكم يمي ويخليكم ويحرسكم، دمي اللي صبت للمية يمي يبارك فيه، زي ما حتى قلت لي بق مية أشرب.
ألف شكر، ونشكر جميع العاملين في مؤسسة نبض الحياة. الحملة بدأناها مع حضراتكم ولسه مكملين ومستمرين مع حضراتكم هنا في نجع الربة وفي أماكن تانية. معانا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الجنة. بفرح والله العظيم كأني أنا اللي دخل عندي الوصلة. يعني أختي الفاضلة اللي كانت بتتكلم وتقول لك يعني الله يجزيكم خير على بق المية الحلو اللي احنا بنشربه، وشوف الست صحتها برضو مش قد كده. فتخيلت أنا لو الست دي بتروح تملى الجيركن المية 10 لتر ولا بتاع، هتشيلهم ازاي بصحتها دي؟ دي خدت بالك من الفطرة بتاعتها وهي بتتكلم بتقول ايه؟ ربنا يجازيكم خير عشان خليتونا نشرب كوباية مية. هي ما كانتش بتشرب قبل كده ولا كانت بتشرب؟ كانت بتشرب. فهي خلت امانها من ان انت مية متوفرة في بيتي كأني ما كنتش بشرب قبل كده وبقيت اشرب. سبحان الله. انت متخيلة؟ فده حال كتير جدا من الناس. لا وعجبني حاجة تانية برضو لفت نظري، القطعة الحديد المعدن اللي مكتوب فيها اسم كان ليه بقى المتبرع؟ ليه مهمة جدا دي؟ اولا انت دايما اللي ورا الشاشه اللي قاعد قدام الشاشه مش يعني ايه المصداقيه مش بتبقى بنسبه 100% قوي. واحنا عشان نامن ده فلازم نحط لك حاجات يعني تدل على المصداقيه وتعرفك ان حاجتك محفوظه. كان حد من الناس ده السبب، يعني كان حد من الناس قال طب ما انتوا تقدروا ان انتوا تروحوا تصوروا في نفس المكان اكتر من مره وخلاص وتقولوا ان احنا المكان ده او الفيديو الواحد تبعته لاكتر من حد او الفيديو الواحد توصله لاكتر من حد. فكان مهم جدا ان احنا نعمل كده عشان خاطر نرد على اي حد بيقول حاجه، وده من توفيق ربنا مش والله مش شطاره مننا ولا حاجه. السمعه الطيبه اللي من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. نبض الحياه دي بركه من ربنا. الحمد لله وان الله يدافع عن الذين امنوا. يعني انتوا بتعملوا ده في طاعه الله سبحانه وتعالى. فربنا اللي بيدافع، والافكار دي هي يعني سبحان الله نوع من الالهام صح اللي ربنا بيلهم بيه القائمين على نبض الحياه. ايوه علشان فعلا ياكدوا دايما طول الوقت المصداقيه. ايوه بدليل ان دايما نبض الحياه بتقول يا جماعه اللي عايز يجي معانا يشوف بنفسه. ايوه ال- 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 المكان الوصلات يحضر معانا وهي اليوم اللي بتعمل فيه، او يحضر معانا الاضحيات، او يحضر معانا في سك النخيل. أيوة. في الفرافره أيوة. اي حد بل بالعكس انتوا بتتحايلوا يا رب يجوا عشان اللي هيجي ولو اتبرع بوصله صح هيشوف الحال بفضل الله سبحانه وتعالى هيشيل من بقه وصلتين وثلاثه واربعه وهيدل الناس كمان على الخير. انا بمناسبه المصداقيه وهذا الامر، يعني احنا الحمد لله رب العالمين دخلنا مناطق كتيره جدا. يعني احنا اشتغلنا في الشرقيه، واشتغلنا في اسكندريه، واشتغلنا في المنيا، واشتغلنا في الفيوم، واشتغلنا في الشرقيه، مش عارف قلت الشرقيه ولا بعدها والشرقيه. اشتغلنا في كل الاماكن دي بفضل الله سبحانه وتعالى، بقى في عزب مختلفه وفي قرى مختلفه، بنلف على كل ده مكان مكان، بنشوف العجب والله من احوال الناس. ايه اللي يخلينا ان احنا نفضل مكملين في الحمله دي؟ عشان احنا شايفين حاجه الناس وشايفين الامل اللي بيكون في وجوه الناس وفي عيون الناس بمجرد ما بيشوفونا داخلين عليهم. ايوه وده بصراحه مش مننا لوحدنا. مهم جدا ان احنا في كل حلقه نشكر الجمهور بتاعنا ونشكر المتبرعين اللي دايما في ظهرنا ودايما بيدعمونا ودايما بيخلونا نبدا نوسع في ملفاتنا ونفكر في التجديد بشكل مستمر دايما. ليه؟ لان كل ما بنقول يا جماعه احنا هنجدد، هنقدم خدمه بشكل افضل، هنعمل كذا، بنلاقي الناس ما شاء الله مسانده لينا بفضل الله سبحانه وتعالى. كتير جدا من الاهالي اللي احنا بنوصل لهم عندهم هذا الامر هو مساله حياه او موت. يعني لو تخيلتي حضرتك كده للحظه بس ان انت حرمت ان يكون ان انت تقدري تستخدمي الميه في بيتك بشكل عادي، حرمتي مش محرومه من الميه. لو اتقطعت يوم مش يوم بقى، لو قالوا لنا مثلا هتقطع من الساعه كذا للساعه كذا، مش عايز اقول لك الميه مش مقطوعه، الميه موجوده وفي بيتك بس ما تقدريش تستخدميها. ليه بقى؟ اهو وده بقى ودي مشكله وصلات الميه. ان الميه بتبقى معديه من قدام بيوت الناس بس ما يقدروش يستخدموها لان ما عندهمش امكانيه العداد توصيل العداد، فهيعتدي على حق الدوله فهيبقى مذنب فما ينفعش. فاحنا بقى بنساعدهم في ده، فده قمه التعب ان الحاجه تبقى قدام عيني وانا مش قادر استخدمها بشكل كويس. محتاج بس قيمه الوصله والعداد، الوصله والعداد اللي هي توصل لحد البيت. فده من فضل الله سبحانه وتعالى ان احنا بنقدر نعمل ده. طب ايه اللي بيمنعهم ان هم يوصلوا لوحدها؟ ان التكلفه عاليه جدا عليهم، هو لوحده التكلفه كبيره. لكن احنا لما بنروح بيكون في بيننا وبين الشركات اللي في مختلف المحافظات بروتوكول تعاون، بيتم تخفيض العداد
وكمان بفضل الله سبحانه وتعالى الوصلة 8-5000 جنيه لا يتحمل فيها المنتفع جنيه واحد. هي كانت بثلاثة. غليت؟ لا يتحمل، ايوه لا يتحمل فيها، لان كل المدخلات غليت. أيوة. الاسعار غليت كل حاجة عشان والبعدين احنا كمان عشان خاطر انت بتعمل له يعني بتوصل له لحد الحنفية لا يتكلف جنيه واحد. قيمة الوصلات فقط ولا الوصلات بالعداد؟ لا الوصلة بالعداد، ما هي كلمة وصلة يعني معناها العداد، او العداد معناها الوصلة. انا فاكرة الوصلة اللي هي بنمد المواسير من الشارع لحد البيت مثلا لحد البيت، فدي 8-5000 وبندفع بقى ثمن العداد. لا 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 لا، هو بالعداد، هو بالعداد بالعداد، هو لو راح لوحده هيدفع اكتر من كده. فاحنا فده لحد البيت بالظبط، لحد ما بيستخدم الميه بتاعته لا يتكلف جنيه واحد فقط، ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وانا عايز اقول لحضرتك ان وصلات الميه عشان هي يعني الميه معروف قيمتها، مش محتاجه ترغيب كتير، فما شاء الله في اقبال، وفي الحر في اقبال رهيب جدا عليها ما شاء الله، لا قوه الا بالله بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده هتلاقي هي مثلا غير الابار، يعني الابار هتلاقينا موجودين في مواسم، مش مواسم، هتلاقينا مش متوسعين في اماكن كتير جدا. ليه؟ لان احنا مش هنقدر نغطي كل ده، مع ان في اقبال، بس مش الاقبال مش زي الوصلات، لانه الثمن قريب من المتبرع طبعا. يعني المبلغ قريب من المتبرع، حتى لو ما يقدرش يدفعه مره واحده ممكن يدفعه مرتين او ثلاثه بالكتير قوي، فالدنيا بتبقى سهله وميسره وبسيطه. وتلاقي اللي بيعمل الوصله ما بيعملش عداد واحد بس، ده ممكن يعمل 2 و3 و4 بفضل الله سبحانه وتعالى. ومعانا الناس ممكن يشيل لك عزبه باكملها، يقول لك والله انا عرفت، شفتكم في التلفزيون بتقولوا ان احنا في حد مثلا يعني شال عزبه بحالها. في والله ست سيده فاضله ما شاء الله، والله لو بس هي تسمح ان احنا نقول اسمها، بس ما بيحبوش يعني والله. ممكن المره الجايه تسالها لنا. ما بيردوش والله، والله ما بيردوش. يعني والله انا الجمال ده، انا اقول لحضرتك اسم سيده فاضله والله على لساني نفسي اقوله والله، ودي امي ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب نقول اسم غير يعني كامل، يعني الاسم مش كامل. الحاجه والله في حاجه اسمها عطيات. الحاجه عطيات، الله يبارك لك يا حاجه عطيات، الله يكرمك ويرضيكي ويكثر من امثالك. اللهم امين، ويجعلنا كده في صحبتك يوم القيامه. اللي بيعمل خير ومش عايز يقول، بس يعني انا بس الاسم بس عشان ادعي لك غيرها والله. ادعي لي حاجة عطيات غيرها والله، غيرها ده ديت يعني واحدة ما شاء الله، دي واحدة والله. ودي بقى فين؟ ديت في البحيرة بقى ربنا يعني في محافظة البحيرة، وهي تساهم لناس موجودين في محافظات هي لا شافتهم ولا تسمع في الصعيد عنهم مثلا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا ما شاء الله، ويعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وغيرها والله، وفي سيدة والله فاضلة أصرت، يعني في أم من الأمهات أصرت إن أنا أروح لها أزورها بنفسي والله يا حبيبتي، ودخلت والله العظيم فوجئت إنها قاعدة يا روحي ولا تتحرك، يعني بقى لها يعني كذا سنة قاعدة كده على الفرشة بتاعتها لا تتحرك. هي بس سمعت الدعوات في التلفزيون قالت لي كده، حتى هي مش عارفة تفرق بين ملفات المية، بين الأبار والوصلات وأنواع الأبار، فقالت لي أنا عايزة اللي يقف قدام الحنفية وبيدعو دول، أنا عايزة الدعوات دي. فهي مش عارفة والله، وما شاء الله لا قوة إلا بالله عملت 10 وصلات لوحدها. يا ما شاء الله والله، هي أصرت أنا أروح لها ورحت زرتها بنفسي أنا. وأنت رحت يعني؟ أنا رحت زرتها والله، لأن هي خلت ولادها كلموني وقالت أنا والدتنا عايزة تشوفك. يا سلام. وحتى كمان قلت لها ابعت لي الفلوس مع أولاد حضرتك أو ابعت لك مندوب، فقالوا لي معلش دي أمنا وعايزة تشوفك، ورحت وقعدت معاها. خدت دعوات مع طبعا. أنت يا بختك والله، يا بختك ما شاء الله. وأنا عايز أقول لحضرتك أنا يعني ده موقف من المواقف بتحصل معايا. لا وحتى مولانا الشيخ محمد رضا كمان يعني بيذكر، هو في صديق فاضل دائم يقول له قول لي ودلني وخدني معاك عشان اعيط، وكان بيجي معاه. ايوه وكان خدني معاك يعني، الله يبارك له برضه الحقيقه. اللهم امين يا رب العالمين. كل ده خير الله سبحانه وتعالى بيفتحه لنا، وهذا برضه مما يفرح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يفرح الناس كلها. اللهم امين يا رب العالمين، ويفرحك كده يعني بنجاح ولادك ويكرمك فيهم يا رب. اللهم امين يا رب، وكتر خير حضرتك، وكتر خير مؤسسه نبض الحياه، وكتر خير حضراتكم اللي بتهتموا يعني البلد دي قايمه بفضل الطيبين اللي زيكم. رقم التليفون 15-740. محدش يتلكع عشان ربنا مستنيني. شكرا يا فندم، شرفتني وانستني. شكرا موصول لحضرتك وللساده المشاهدين. الله يخليك. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.